بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإكمال لدرس العام المنصرم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان منه: باب كفران العشير، باب كفران العشير وكفر بعد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر، أي هذا الباب يذكر فيه هاتان المسألتان، أن كفران العشير وهو الزوج وبيان الأشياء التي تكون كفرا أصغر دون الكفر الأكبر. نعم. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. هذا الحديث في بيان كفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم: أريت النار. متى؟ ليلة المعراج. ليلة المعراج عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. لا، ما هو ليلة المعراج، في صلاة الكسوف، ما كسبت الشمس عهده صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف، وفي أثناء الصلاة أري النار وهو يصلي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، أري النار وهو يصلي صلاة الكسوف، تقدم وتأخر وهو يصلي. ومن جملة ما رأى أن أكثر أهل النار النساء، أكثر أهل النار النساء، بسبب ماذا؟ لأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يعني يجحدن. الكفر المراد به الجحود، فيجحدن حق الزوج ويجحدن إحسانه بمجرد ما يحصل خطأ يسير منه، فإنها تقول: لم أرى منك خيرا قط، تجحد الإحسان والعشرة الطيبة السابقة. وبهذا استحقت دخول النار، استحقت دخول النار. ولا شك أن هذا معصية، والمعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكفران العشير معصية تنقص الإيمان، لأن الواجب عليها أن تعترف بإحسان الزوج وعشرته الطيبة ولا تجحدها وتنكرها. هذه الخصلة تكثر في النساء وهي معصية تنقص الإيمان وتوجب دخول النار، ولهذا كان أكثر أهل النار من النساء بسبب هذه الخصلة القبيحة. الشاهد منه أن كفران العشير
ينقص الإيمان ويوجب دخول النار، ويدل على أن الكفر منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو المراد هنا. المراد يكفرن العشير أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول نعم، المعاصي من أمور الجاهلية، كل المعاصي من أمور الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مذمومة، كل صفاتها وأفعالها مذمومة، ونحن منهيون عن التشبه بأهل الجاهلية، ومنهيون عن أعمال أهل الجاهلية. ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فإنه لا يخرج من الملة، يكفر الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وسبب هذا الحديث أن أحد الصحابة قال لصحابي آخر أسود اللون، صار بينهما سوء تفاهم، فقال له يا ابن السوداء، قال له أخوه يا ابن السوداء، يعيره بذلك لأن أمه سوداء، فعيره بأمه. وهذا من أمور الجاهلية، تعيير بالنسب أو التعيير بالنقص الذي يكون في الإنسان، هذا من أمور الجاهلية. أما الإسلام فإنه يمنع من التعيير. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فمن تنقص نسب أخيه فإن هذا من أمور الجاهلية، مع أنه مسلم، فدل على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، ودل على أن ليس من كان فيه خصلة خصال الجاهلية أنه يكون كافرا ويكون حكم أهل الجاهلية، بل إنه مسلم ولكنه عنده نقص من حيث الاتصاف بهذه الصفة، فدل على أن أمور الجاهلية تبقى في الناس لا تنمحي نهائيا. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه من أمور الجاهلية، توجد في بعض الناس المسلمين وتنقص الإيمان، لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب الذي دون الشرك، خوارج يكفرون المسلمين بالذنوب الكبائر التي دون الشرك، وهذا مذهب باطل، لأن المسلم وإن كان فيه كبيرة من كبائر الذنوب لكنها دون الشرك والكفر فإنها لا تخرجه من الملة.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يكون عنده إيمان ناقص، إيمان ناقص. يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، فيعطى مطلق الإيمان. هذا هو الذي عليها للسنة والجماعة، خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. وسيأتي قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. هذا رد على الخوارج. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، أما ما دون الشرك من الكبائر، الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه كبائر موبقات، ولكن لا تخرج صاحبها من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فيقولون: لا، تخرج الكبائر، تخرج صاحبها من الملة، ولا تكفر إلا بالتوبة. فهم أهل ضلال والعياذ بالله. والآية ترد عليهم: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون إيش؟ ما دون الشرك. هم يقولون: لا، لا يغفر له، لا يغفر له، وهو كافر كفر الأكبر، نعوذ بالله من الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل العابد الزاهد رضي الله تعالى عنه، كان في آخر حياته يعيش في الربذة، وهي برية تبعد عن المدينة ثلاث مراحل من جهة الشرق، وهي الحمى الذي حماه عمر رضي الله عنه لدواب الصدقة، الشرف والربذة. فأبوه أبو ذر رضي الله عنه خرج إلى الربذة ليتفرغ للعبادة ويبتعد عن الناس، حتى مات رضي الله عنه ودفن في الربذة. ورآه رجل وعليه حلة وعلى غلامه، أي مملوكه، حلة مثلها، عليه حلة مثل ما على السيد وهو أبو ذر. تعجب الرجل: كيف يكون المملوك مثل المالك في اللباس؟ والحلة هي الثوب، الحلة هي الثوب، قيل إنها لا تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين، يعني إزار ورداء. هذه الحلة إزار ورداء، وقد تطلق الحلة على اللباس الواحد، كأن تكون رداء فقط أو إزار فقط.
ولكن الأصل أنها من ثوبين، إزار ورداء. ليس هذا يعنينا، الذي يعنينا أن الغلام المملوك صار مثل السيد في اللباس. تعجب الرجل فسأل أبا ذر لماذا، فقال له إني كنت سببت رجلا، يعني من المسلمين، صار بينه وبينه شيء من سوء التفاهم مثل ما يجري بين الناس. فقال له أبو ذر، أبو ذر من غفار قبيلة معروفة، قال لهذا الرجل وكان أسود اللون: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمة ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني من خصال الجاهلية الذين يطعنون في أنساب الناس. والواجب على المسلمين أن يكرموا إخوانهم في الإسلام، وأن لا يتنقصوهم أو يتنقصوا أنسابهم، وأما إذا تنقصه فهذا من خصال الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. فدل على أن المسلم وإن كان فاضلا تقيا قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، مثل أبي ذر رضي الله عنه. فدل على أن الخصلة من خصال الجاهلية لا تقتضي الكفر المخرج من الملة، لا تقتضي الكفر المخرج من الملة. كذلك الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة إلا على مذهب الخوارج والعياذ بالله، الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. الحديث واضح في أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لا تخرجه عن الإسلام ولا تسلب فضله الذي عنده، بل يكون هذا نقص، يكون هذا نقص لا يضر إيمانه أو ينزل من قدره وفضله كأبي ذر رضي الله عنه. وهذا رد واضح على الخوارج، أدل على أنه لا يجوز تعيير بالنسب وأن هذا من خصال الجاهلية. ودل على أن من كان، وهذا مقصود المؤلف رحمه الله، أن من كان عنده خصلة من خصال الجاهلية لا يخرج من الإسلام كما تقوله الخوارج. ودل على تواضع أبي ذر رضي الله عنه مع مملوكه، حيث إنه ساواه في الملبس، ألبسه مثل ما يلبس، وذلك بعد الواقعة التي حصلت له مع أخيه الذي سابه. فحينئذ أبو ذر تدارك رضي الله عنه، فلم يتنقص هذا المملوك بل سواه به في اللباس، لأن الرسول عاب عليه في الأول قوله لأخيه: يا ابن السوداء، فساواه ولم يتنقصه. وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المماليك مخاطبا المالكين والسادة: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، إخوانكم، كونه خادم لك لا يسلبه أنه أخ لك أيضا في الإسلام، أخ لك في الإسلام، فلا تتنقصه ولا تهضمه شيئا من حقه على أنه خادم، بل هو على أنه مسلم، تعامله معاملة المسلم
إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم أي ملككم إياهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم على هذا الأمر ولا تتركوه يثقل عليهم. هذا فيه المواساة بين المالك والمملوك، وفيه منع تكبر، لا يتكبر المملوك، لا يتكبر المالك على مملوكه ولا يتكبر على إخوانه المسلمين. وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ليلبسه مما يلبس أنه ألبسه مثل لباسه، امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. نعم. وهذا أيضا يدل على أن القتال بين المسلمين لا يسلبهم الإيمان، وأن القتل ولو كان بغير حق لا يسلب القاتل الإيمان، بل هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب تنقص إيمانه، ولكنها لا تخرجه من الإيمان، مع أن قتل النفوس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا تخرج القاتل من الإيمان. وهذا أيضا رد على الخوارج، وسبحان الله هم يكفرون بالكبيرة وهم يقتلون المسلمين، هم يقتلون المسلمين ويكفرون بالكبيرة ومنها القتل. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، فدل على أن الاقتتال بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي صار بينهم قتال فأصلحوا بينهما، الواجب الصلح بين الفئتين المتقاتلتين، والطائفة هي الفرقة، وقد تطلق الطائفة على واحد أو أكثر، يقال للواحد طائفة ويقال للاثنين والثلاثة والعشرة يقال لهم طائفة. ولو اقتتل رجلان هذا يدخل تحت قوله وإن طائفتان، وكذلك الاثنين والثلاثة إلى آخره. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تقاتلوا بينهم، فما موقفنا؟ نتركهم؟ لا، نتدخل. فأصلحوا بينهما، أول شيء الصلح وتسوية النزاع، والصلح يكون بالعدل، ما يجحف بالطائفة الأخرى، يكون بالعدل والمساواة. فأصلحوا بينهما، قال الله جل وعلا: والصلح خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يصعب الصلح بين المسلمين هذا يعمل عملا جليلا، لأنه يزيل الشقاق بين المسلمين، ويزيل ما يفرق بين وحدة المسلمين. أول حل الصلح. فإن بغت إحداهما على الأخرى، لم تقبل الصلح، التي تأبى الصلح وتستمر على القتال، ماذا نعمل معها؟ الخطوة الثانية: قاتلوا التي تبغي، ساعدوا أخاكم أو إخوانكم
الذين بغي عليهم، تعدي عليهم، ساعدوهم، ادفعوا عنهم البغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، تفيء يعني ترجع إلى أمر الله وتقبل الصلح. فإن فاءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، لا تميلوا مع إحدى الطائفتين، وأقسطوا بالعدل، وأقسطوا، أقسطوا في الصلح، لا يكون فيه جور، إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، وهذا شاهد على أن الاقتتال لا يزيل الأخوة بين القاتل والمقتول، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المتقاتلين. سماهم أخوينا، دل على أن القتل لا يخرج الإنسان من الملة ولو كان بغير حق، ولو كان بغيا وعدوانا لا يخرج المسلم من الإسلام، خلافا للخوارج. إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم يقتتلون قال إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم إخوانا لنا أيضا. واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية دليل واضح على أن القتل عمدا عدوانا أنه وإن كان محرما وكبيرة وموبقة من الموبقات، إلا أنه لا يخرج صاحبه من الإيمان، بل يكون ناقص الإيمان ولا يكون كافرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمراد الكفر الأصغر، لا ترجعوا بعدي كفارا أي الكفر الأصغر، لأن الكفر إذا جاء منكرا فهو أصغر، إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الأكبر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا كفر أكبر لأنه معرف بالألف واللام. أما إذا جاء نكرة كفارا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر أكبر؟ لا، كفر أصغر لأنه نكرة كفر، ففي فرق بين هذا وهذا. فدل على أن الاقتتال والقتل في الإسلام وإن كان محرما وكبيرا من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من الملة. وفي هذا رد على الخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. وهذا الحديث فيه أن الأحنف بن قيس رحمه الله، والأحنف بن قيس هذا سيد بني تميم، رئيسهم، رئيس بني تميم، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن قبل أن يسلم، رآه قبل أن يسلم، إنما أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يعد من التابعين، يعد الأحنف بن قيس من التابعين، وكان مشهورا بالحلم حتى يضرب به المثل،
يضرب به المثل في الحلم والأناء. فكان مشهورا بهذا رحمه الله. قال: خرجت. الأحنف بن قيس خرج مستعد للقتال مع من؟ مع علي بن أبي طالب لما حصلت الفتنة. تعرفون الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه؟ نشبت الفتنة بين المسلمين، طائفة يطالبون بدم عثمان، يريدون تسليم القتلة للعدالة، وطائفة انحازوا مع علي رضي الله عنه، انحازوا مع علي رضي الله عنه بعد مبايعته بالخلافة بعد مقتل عثمان. علي على أنه هو الخليفة، وهؤلاء إخوانه يقولون: نعم، نحن لا نمانع في الخلافة، إنما نريد القتلة الذين قتلوا عثمان، يقدمون للعدالة. علي رضي الله عنه ما يقدر يسلمهم حتى يستتب الأمن وحتى يستتب الأمر، لأن الأمور ما تزال في رجة والعياذ بالله. قدر الله أنه صار قتال بين من يطالبون بدم عثمان وبين علي، لا بإرادة من علي ولا بإرادة من إخوانه الصحابة، وإنما أهل الفتنة هم الذين شبوا الحرب بين الطائفتين لئلا يوصل إليهم، يشغل الناس عن الوصول إليهم، لا بإرادة علي ولا بإرادة إخوانه، إنما شبوها فيما بينهم فحصلت المقتلة. الأحنف بن قيس خرج يريد مناصرة علي في هذه الحرب، وهي بين فئتين من المؤمنين، ولا لا؟ بين فئتين من المؤمنين، خرج يريد يناصر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلقيه أبو بكرة نفيع بن الحارث، أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث رضي الله عنه، قال له: أين تريد؟ يقول للأحنف، قال: أريد مناصرة هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: أرجع، لا تفعل، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فعند ذلك رجع الأحنف رضي الله رحمه الله، رجع عما أراد، تنازلا لقول أبي بكر رضي الله عنه وعملا بالحديث، رجع عن ذلك. وهكذا المسلم إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل على الرأس والعين، فرجع. فدل على أنه لا يدخل الإنسان في الفتنة، إذا شبت فتنة بين المسلمين تقاتلوا، أنت لا تدخل معهم، إن أمكن تصلح بينهم أصلح، وإلا فلا تزد الشر شرا ولا تدخل بينهم، أمسك عن الدخول بينهم، لأنها قتال فتنة. فرجع الأحنف ابن قيس رحمه الله. فدل هذا على أن الواجب على المسلم إذا حصل قتال بين المسلمين ألا يدخل في الفتنة، أن يكف، إلا إذا كان يقدر على الصلح بينهم إنه يصلح بينهم. رجع الأحنف ابن قيس عملا بالحديث. الشاهد منه قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني كل واحد يريد يقتل الآخر، فالقاتل والمقتول في النار، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا، القاتل لأنه قتل وهذا كبيرة من كبائر الذنوب توجب دخول النار، لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا شأن القاتل، كيف بالمقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل
صاحبه، فعوقب من أجل نيته لأنه يريد قتل أخيه، فعوقب على قتل على نيته أن يقتل أخاه لو ظفر بذلك، أدل على تحريم القتال بين المسلمين. حتى النية ما تنوي هذا، تحريم القتال ونية القتال بين المسلمين، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال في النار، وليس معنى في النار أنهما خالدان فيها وكافران، لا، في النار من باب الوعيد. المسلم يمكن يدخل النار بذنوبه، فهذا من باب الوعيد، قاتل والمقتول في النار، دل على تحريم القتال بين المسلمين، وعلى أن المسلم يكف عن الدخول فيها في الفتنة، ودل على أن الإنسان يعذب على نيته، كما أنه يوجر على نيته، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والشاهد منه للباب أن القتل وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يخرج من الإسلام ولا يقتضي الكفر، لأنه قال إذا التقى المسلمان، شوف المسلمان ما سلب عنهم الإسلام، دل على أن الاقتتال بينهما لا يخرجهما من الإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل وإن كان مسلما والقتيل وإن كان مسلما كلاهما في النار، مع أنهما مسلمان، فدل على أن المسلم قد يدخل النار بالكبيرة التي فعلها. وفي هذا رد على المرجئة أيضا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، الرسول أخبر أنه يدخل النار وهو مسلم ومؤمن، دل على أن المعصية تضر، لا كما تقوله المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية. ففي هذا رد على الخوارج من ناحية، ورد على المرجئة، ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الوسط والاعتدال، ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نبدأ بهذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه حفظك الله فضيلة الشيخ: كيف الجمع بين الآية قول الله تعالى وإن طائفتان وحديث وقتاله كفر؟ نعم. وإن طائفتين، وإن طائفتين وحديث وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق؟ نعم، قلنا كفر أصغر، هو كفر لكنه كفر أصغر، مسلم لكن عنده كفر وكفر أصغر. المسلم قد يكون عنده كفر أصغر، يكون المؤمن عنده كفر أصغر، لا يتنافى مع الإيمان. نعم. الآية وإن طائفتان. وهذا سائل يقول: قول المؤلف كفر بعد كفر دلالة على أن كفران العشير شأنه كبير أكبر من فعل الكبيرة، أي أن فاعلته تكون أكثر إثما من هذه التي ارتكبت كبيرة معينة، فهل هذا صحيح؟ الكبائر تتفاوت يا أخوان، أي الكبائر على حد سواء، بعضها أشد من بعض. أكبر الكبائر، فيه أكبر الكبائر، فيه السبع الموبقات، الكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض. كفران العشير هو من الكبائر الشديدة. نعم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول أن هناك أحاديث ينبغي أن تحذف من صحيح البخاري؟ هذا لا يعرف صحيح البخاري ولا له قيمة عنده، وإلا لو كان يعرف قدر نفسه أول ما تكلم هالكلام. تكلم في صحيح البخاري، من أنت حتى تتكلم في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ كونه يجي واحد
إما ضال صاحب فكر خبيث وإلا جاهل، ما هو بضال لكنه جاهل يتكلم بما لا يعرف، فلا يجوز الطعن في صحيح البخاري ولا في غيره من كتب الحديث بغير علم. يتكلم الإنسان بدون علم أو ينقل كلام الذي لا يدري، يقول إن فلان يقول كذا، لا تنقل كلام الناس وأنت ما تعرف، خل كلام الناس بذمامهم، لا تنقله أنت وتحمل الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول أن ما يخرج عن العمل القلبي ويتعداه إلى العمل البدني فهو شرط كمال في الإيمان؟ هذا تفصيل باطل ولا دليل عليه، هذه فلسفة لا دليل عليها، وصار المتعالمون الآن يتكلمون في المسائل الكبار التي توقف عنها الأئمة يتكلمون فيها وهم لا يعلمون، هذا كلام باطل. فالإيمان ليس شرط كمال، الأعمال ليست شرط كمال في الإيمان، وإنما هي من الإيمان، من الإيمان ليست شرط كمال بل هي من الإيمان. لا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد منهما، آمنوا وعملوا الصالحات لا بد منهما مع بعضهما. نعم. حفظكم الله. وهذا عطف على سؤال سابق يقول: سمعت بعضهم يقول أن أكثر أهل الجنة من النساء لأنهن أكثر أهل النار ابتداء، يعني عكس الحديث. نقول بعكس الحديث. نعم. منين جاب الكلام؟ نعم. لأنهن أكثر أهل النار ابتداء لأنهن أكثر أهل النار ابتداء بسبب كفران العشير وكثرة اللعن، لكن مردهن إلى الجنة ما دمنا مسلمات موحدات. هذا لا يعارض فيها أحد، إنهن وإن كنا من أكثر أهل النار فلا يمنع أن يدخلنا الجنة، فالمسلم يدخل النار أيضا بسبب ذنوبه وكبائره ومنه النساء. نعم. فهل يفهم من ذلك أنهن أكثر أهل الجنة؟ ما قال هذا أحد، وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب عليكم يا إخوان أن تتأدبوا ولا تتكلموا بشيء لا تعرفونه ولا تعارضون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل صاحب الشرك الأصغر مثل صاحب الكبيرة بأنه تحت المشيئة أم أنه لا بد أن يدخل النار؟ هذه مسألة خلافية، هل اللي عنده شرك أصغر لا يدخله العفو وأنه يعذب بقدر شركه لكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، أو أنه قابل للمغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا خلاف بين العلماء. نعم. حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل يدخل الله عز وجل الناس الجنة والنار قبل يوم القيامة؟ وهل يوجد من ينعم في الجنة أو يعذب في النار الآن؟ هذا في البرزخ، في القبر. نعم، في البرزخ. نعم، يأتيه من عذاب النار إن كان والعياذ بالله من أهل النار، ويكون حفرة، يكون قبره حفرة من حفر النار، ويأتيه من الجنة إن كان من أهل الجنة، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. هذا في القبر. أما في الدنيا قبل الموت لا، أمور الآخرة لا يأتي منها شيء في الحياة الدنيا، إنما في البرزخ، لأن الدور ثلاث: دار الحياة الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد جزء من حقه، لأنه كما تعلمون بعض الدول لا تطبق الأحكام الشرعية، فما حكم التقدم بشكوى لأخذ حقه أو جزء منه؟ ابتداء لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله سنة رسوله، عند الاختيار لا يجوز أبدا، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عند الاختيار والإمكان،
أما إذا اضطر الإنسان في بلد كافر ويضيع حقه لا مانع أن يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم، أما أن يطالب بحق غيره لأن القانون يحكم له ظلما وينتهز الفرصة هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبي يضيع حقه في بلاد كافرة ولو تركه لضاع، يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. نعم حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: تقدم له شاب مستقيم ولكنه ولد بغير نكاح شرعي، فهل يقبله على موليته؟ تقدم له شاب يريد نكاح موليته لكنه ولد بغير نكاح شرعي، فهل يقبل مثل هذا المتقدم؟ ايش ادراك انه ولد من غير نكاح شرعي؟ لا تفتش عن الناس، اما ان تزوجه واما ان تتركه ولا تقول الكلام هذا. اذا صار مالك فيه رغبه اتركه، حتى ولو كان من نكاح شرعي ولو كان من اشرف الناس، ما دام مالك رغبه فيه اتركه، دون انك تقول فلان ما هو ولد شرعي وفلان كذا. نعم حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: ما حكم كفارة العهد؟ وإذا عاهدت الله سبحانه وتعالى على عمل وقصرت فيه فهل علي كفارة؟ العهد يمين، كفارة العهد كفارة يمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالعهد يمين فيه كفارة يمين إذا نقضه. نعم. وإذا كانت هناك كفارة فهل يسقط عني العمل بعد الكفارة؟ هل يسقط عني العمل الذي عاهدت الله عليه بعد أداء الكفارة؟ ينحل اليمين إذا نقضها، انحلت ويكفر لأنها انحلت وزالت. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان تارك صيام شهر رمضان متكاسلا لا يكفر، فما الفرق بين أركان الإسلام الخمسة وبين بقية الواجبات الأخرى، ولما سميت أركان الإسلام؟ أركان الإسلام لأنه يقوم عليها الإسلام، مثل ما يقوم البناء على الأعمدة، كذلك الإسلام يقوم على هذه الأعمدة الخمسة الأساسات. وفي فرق بين الأركان، بعضها عملي وبعضها اعتقادي. الاعتقاد لا يجوز التساهل فيه ولا يعذر أحد في تركه للكسل أو غيره، أما العملي فهذا محل بحث ومحل تفصيل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شاع عند البعض أنكم حفظكم الله تعذرون شاع عند بعض الناس عنكم حفظكم الله أنكم تعذرون من لم يبلغه القرآن والسنة كعباد القبور لجهلهم، وهل عباد القبور يقال أنهم مشركون كلهم في زمن؟ جاء عني إيش؟ أنكم تعذرون عباد القبور الذي هذا كذب. أنا أقول لا، ما يعذرون لأنهم يعيشون في بلاد الإسلام ويقرؤون القرآن صباحا ومساء ويسمعون القرآن، وعندهم الدروس وعندهم الإذاعات التي تبث البرامج الدينية، فهم ليسوا جهالا لكنهم معاندون، ويقولون نحن على ما كان عليه آباؤنا لا نترك ما عليه آباؤنا وأهل بلدنا، هذا اللي يقولون. هذا اللي يعذرون بالجهل؟ لا، أنا ما قلت هذا كذب. والشق الثاني، وهل يقال لهم مشركون؟ نعم، الذي يعبد غير الله يقال له مشرك. هو بعد دعوة غير الله بعدها غير شرك؟ اللي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله هذا مشرك. نعم حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل لو قال الإنسان لنفسه أنه كفر بسبب الوساوس التي تتحدث بها نفسه؟ الوساوس لا تضر ولا يكفر بها الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، ما لم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم أحسن يكفي. الله إليكم يكفي. الظاهر الوقت قل ولا لا بقي الوقت بقي. ها؟
الوقت بقي فيه، إن أحببتم نكمل أو نقف؟ لا بقي، أعطنا إياه. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر إن كان فيها أقليات مسلمة في بعض مناطقها، وبالإمكان إقامة الصلوات الخمس جماعة في مسجد؟ أما بالنسبة للفتن فهي موجودة كما هو الحال في غالب بلاد المسلمين. بلاد الكفر لا يجوز الاستيطان فيها والبقاء فيها إلا للعاجز الذي لا يقدر على الهجرة، الذي لا يقدر على الهجرة يبقى إلى أن ييسر الله له ويهاجر، يكون ينوي الهجرة بقلبه متى ما تيسر، لا يجوز له هذا إلا عند العجز، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنه. فلا يجوز الاستيطان في بلاد الكفار مع الاستطاعة الانتقال إلى بلاد المسلمين. أما كونه يسافر لا للاستيطان وإنما لتجارة أو لدعوة إلى الله أو لعلاج ثم يرجع فلا بأس، لأجل الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا علم ضرر بعض المأكولات على الجوانب الصحية وثبت ضررها، فما حكم تناولها وهل يؤجر الإنسان بتركها؟ لا يجوز له أن يأكل ما فيه ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يضره أو يشرب ما يضره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرمات وزجر عنها، لا يجوز للمسلم أن يتناولها ويتساهل فيها. نعم، حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: رجل يفعل أهل بيته الشرك كدعاء غير الله والذبح لغير الله، وهو يعلم بذلك ولم ينصح لهم ولم ينههم عن هذا الشرك، بل يسر لهم الوصول إليه، فما حكم مثل هذا الرجل؟ حكمه واضح، أنه تارك لما أوجب الله عليه من دعوة أهل بيته وذريته، وأمر أهلك بالصلاة، وأنفسكم وأهليكم نارا، وأنذر عشيرتك الأقربين. واجب عليه أن يقوم على أهل بيته، لأن ما يفعل في بيته هو المسؤول عنه، لأنه راعي، كلكم راع، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول أمام الله عن ذلك. وإذا تعاون معهم وأقرهم على ذلك فحكمه حكمهم والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يرى الناس ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ وهل تتعارض رؤية الله تعالى قبل دخول الجنة مع قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله أما في الجنة؟ رؤية الله للمؤمنين بعد دخولهم الجنة هذه متواترة، وهي من صلب العقيدة، يجب الإيمان بها. أما رؤية الله في عرصات القيامة فهذه محل خلاف بين العلماء، الله أعلم. وأما رؤية الله في الدنيا فهذه لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يدعي البعض أن مسألة العذر بالجهل خلافية، فما هو الحق مع التفصيل؟ أولا، اشتغال طلبة العلم والمبتدئين بهذه المسألة العظيمة لا ينبغي، لا ينبغي لهم يشتغلون بهذا، لأنهم يسهلون على الناس الكفر والشرك، يقولون أنتم جهال ولا عليكم. ينبغي أنهم يمسكون عن هذا الشيء، لا يفتحون للناس الأبواب التي تسهل عليهم البقاء على الشرك والكفر، بل يحذرون وينذرون من هذا ويخوفون الناس، ما يقولون لهم والله أنتم جهال والجاهل معذور وما أشبه ذلك. هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الدخول فيها إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم، وأما الطلبة والمبتدئون لا يجوز لهم الدخول والخوض في مسألة العذر بالجهل، هذه تحتاج إلى تحرير وإلى شروط وضوابط
لا يعرفها إلا خواص العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: امرأة طلبت الخلع من زوجها، فاشترط الزوج أن يعطى 100,000 ريال مقدار تكاليف الزواج منها، مقدار تكاليف الزواج ومنها المهر، مع أن التكاليف الحقيقية ما يقارب 70,000. فهنا أمامه 3 أمور: إما أن يعطى الزوج المهر فقط، أم يعطى تكاليف الزواج الحقيقية، أم يعطى كل ما يطلبه. هذه مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحكمة تبت فيها. أما من حيث العموم فلا مانع أن المرأة إذا كرهت زوجها وأرادت التخلص منه أنها تفتدي منه، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذا عام يشمل القليل والكثير، إذا أصلحوا على هذا ولو كان كثيرا. لكن الأفضل من حيث الأفضلية، الأفضل أنه ما يأخذ أكثر مما أعطاها، هذا هو الأفضل. أما أنه يجوز له يأخذ أكثر هذا يجوز، قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا عام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يسأل عن ماهية كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهل اشترط فيه الصحة كما هو الحال في جامعه؟ كتاب الأدب المفرد يروي فيه البخاري الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط الصحة فيه مثل ما يشترط في الجامع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا يفعل الإنسان في المسألة أو المسائل التي فيها خلاف بين العلماء؟ الحمد لله هو بعافية، يدرس الخلاف ويدرس الأدلة إذا كان يعرف، وإذا كان ما يعرف يصبر وينتظر حتى يعرف ولا يدخل فيها وهو لا يعرف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الأحنف بن قيس تابعي، على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه غير مؤمن، غير مؤمن به وقت اللقاء، ولا يدخل في الصحبة. نعم. ويقول: فما الراجح في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم آمن بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبتت له الصحبة ثم ارتد ثم تاب من الردة، هذا موضع خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إنه إذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله التي قبل الردة يثاب عليها، ومنهم من يقول إنه تبطل أعماله ويستأنف من جديد، يستأنف الأعمال من جديد بعد التوبة، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. حفظكم الله تعالى. هذا سائل يقول: إذا كان القتال بين فريقين مسلمين هذا لا يجوز، لكن لو كان أحد الفريقين يقاتل دفاعا عن الحق فهل يجوز هذا القتال؟ هذا قتال أهل البغي. نعم، يجوز قتال البغاة وإن كانوا مسلمين، بل يجب قتال البغاة وقتال الخوارج لكف شرهم عن المسلمين، وإن كانوا هم في أنفسهم مسلمون لأجل كف عدوانهم عن المسلمين. نعم، يقاتلون بقدر ما يكف شرهم عن المسلمين ثم يمسك عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لكثير من الصحابة الذين وقعوا في معركة الجمل بالجنة. هذا عام ما يشمل أهل الجمل، ما يشمل أهل الجمل. وقلنا لكم أن الحرب التي وقعت في وقعة الجمل ليست باختيار الفريقين، وإنما الذي شبها هم أهل الفتنة الذين قتلوا عثمان، هم الذين شبوا القتال في الجمل دون اختيار من الطائفتين أو رضا من الطائفتين، فالإثم عليهم والعياذ بالله.